أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على جاهزية أكثر من 6600 شادر على مستوى كافة المحافظات بمختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك. وقال وزير التنمية المحلية إنه تم توزيع ما يزيد عن 500,000 صندوق مواد غذائية من جانب جمعيات أهلية وعدة جهات، مشيرا إلى أن هناك مرورا ميدانيا وحملات تفتيش من جانب المحافظين لمتابعة الأوضاع على الأرض ومراقبة الأسواق لمنع أي تلاعب في الأسعار وحجب السلع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة. أهلا بحضرتك يا دكتور، كل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبأهلنا في محافظات مصر كلها، وكل سنة وحضراتكم طيبين. يعني خليني أبني على كلام حضرتك أنه بالفعل في إطار جهود الحكومة وجهة الدولة المصرية المختلفة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية لأهلنا في المحافظات المصرية في الأسواق في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، أوجه مع الوزير اللواء شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات الرقابة على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة وزيادة أسعارها. وبالتالي تم التعامل مع كل هذه المحاولات وفقا للإجراءات القانونية بمنتهى الحزم والحسم. هذا شق الثاني كمان أنه المتابعة الدورية لحركة الأسواق بالمحافظات وإحكام الرقابة ومنع التلاعب بالتنسيق اليومي مع أجهزة وزارتي التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية والجهات الرقابية المعنية على مستوى المحافظات المصرية، كذلك تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء. هل هناك يعني خط ساخن أو غرفة عمليات يمكن للمواطن التواصل من خلالها؟ بالضبط يا فندم، تم التوجيه وكل محافظة من المحافظات المصرية لديها خطوط ساخنة يتم التواصل عليها من جانب المحافظة. لكن كمان مع الوزير اللواء شعراوي وجه غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرفة عمليات صوتك مسموع لتلقي شكاوى أهلنا في المحافظات المصرية ضد غلاء الأسعار. والرقم الواتس 011 50 60 67 83، كذلك الأمر الخط الساخن 15330، بالإضافة إلى صفحتنا على الفيسبوك. هذه الأرقام لتلقي الشكاوى. بالضبط يا فندم، كذلك صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. كذلك الأمر لو حاجات فيها مستندات أو غير ذلك، الإيميل الوزارة info@mld.gov.eg. كذلك الأمر يا فندم مع الوزير بالفعل طالب المحافظات المصرية إلى كمان تبني المبادرات الشبابية والمجتمعية لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبأسعار المناسبة لصالح المواطنين والتخفيف عن الأسر البسيطة وبخاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، مع ضرورة الحفاظ على منتجات السلع المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرات وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة. وبالفعل الوزارة نظمت عدة معارض وأتاحت الفرصة لأصحاب المبادرات الشبابية والمجتمعية خلال الفترة الماضية لعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تماثل المعروض في الأسواق وبأسعار تقل عن مثيلها. شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة.